إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي. لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحد. إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعد. وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. وإن رأوني بشر سرهم نكدي.